شركات العقارات اللي هي الخاصة بالاستثمار في قطاع غزة تواجه مشاكل عديدة. من أهم المشاكل كانت اللي هي قطاع تأخير مواد البناء على السيستم والجرامز، ولكن الظروف الاقتصادية الصعبة التي آلت إلى قطاع غزة بسبب الحصار واجهنا صعوبات كبيرة، أنه صار المواطن يلجأ للمستثمر أو لشركة العقارات لتقوم بالدور بدلا من البنك والتقسيط المباشر، وذلك أدى إلى صعوبة كبيرة في انتظام وتسريع عملية الإعمار والبناء في قطاع غزة. يعني قطاع الإنشاءات عادة مرتبط بالإعمار ومرتبط بتوفر مواد البناء وبمستويات الأسعار السائدة، والكل يعلم أن أسعار مواد البناء قفزت قفزة كبيرة، خاصة مادتي الإسمنت والحديد يعني منذ مارس الماضي وحتى الآن. نسبة ارتفاع مواد البناء الحقيقة عالية جدا، 44% ارتفع سعر طن الحديد و25% ارتفع سعر طن الإسمنت، التنين مع بعض يعني بيصلوا 36%. هذا يعني تحقيق خسائر واضحة لكل المناقصات والمشاريع التي تم الاتفاق عليها بين المقاولين والمنشآت المحلية أو الدول المانحة، فهذه الخسائر تؤثر سلبا على أداء اتحاد المقاولين وتؤثر سلبا على تنفيذ المشاريع المتفق عليها في وقتها المحدد. بمجرد دخول الحرب الروسية الأوكرانية تم ارتفاع مواد البناء وخاصة الحديد، ارتفاع بنسبة 20% ارتفع و 30%، والاسمنت ارتفع برضو في نفس الوقت من بسبب الحرب الأوكرانية وتداعياتها، لأنه كميات كبيرة من تأتي من خلال أوكرانيا وروسيا من الحديد الصلب. قطاع غزة يعتمد على السوق الأوكراني والسوق التركي والسوق المصري. الآن البدائل متوفرة من السوق المصري ومن السوق التركي لقطاع غزة مواد البناء. نحصل على مواد البناء من المواد في نقاط بيع وفي عندنا تجار معينين في الشغل المواد الإنشائية، فيتم الحصول عليها باتفاق بالأسعار بأسعارها باتفاق منها، فأكون بحجز كميات، تحجز كميات معينة من المواد نحجزها والتاجر يرحلها إلينا. نحصل على الكميات حسب الأسعار، إذا كانت الأسعار مناسبة سعرها مناسب يتم حجز الكمية بشكل كامل، أما إذا كانت الأسعار متفاوتة مرة يوم بتكون مرتفعة يوم بتكون نازلة طالعة، حيصير يوم بيوم يوم بيوم إيش بيلزمني شغل بشتري. بهي هيك إذا بتكون ماشي على بنازك ما بتقدر توقفونا عليها، ممكن تتقف توقيف مؤقت عليها بل ممكن تشوف الأسعار ولا الأسواق وين ذاهبة في أي مكان ذاهبة إليه. اليوم الأسعار رجعت زي قبل الحرب لأنه في تركيز على المواد الغذائية أكثر من المواد البناء. حركة البناء كلها في العالم كله بتشهد تباطؤ، مش في أراضي السلطة الوطنية، في العالم كله حركة البناء تشهد تباطؤ لأنه في أولويات. اليوم الأولويات طبعا رايحة للغذاء وللتسليح. أسعار الفايدة قاعدة بترتفع في العالم، أمريكا بترفع سعر الفايدة، فصار الإقراض على السكن مرتفع، ففي تباطؤ في حركة التملك السكن، فهذا كله عمل ركود في سوق مواد البناء مش على مستوى الوطن، على مستوى العالم كله يعني. هناك بعض المساكن التي بدأت في البناء حديثا يعني بعد عام، بعد انتهاء عام من الاعتداء بدأت عمليات التعويض نتيجة توفر المنح الخاصة بتعويض المتضررين، إلا أنه الأبراج لا يوجد لها حتى الآن تغطية ولم يتم البدء فيها. هذا التأخير في عملية إعادة الإعمار انعكس سلبا أيضا على واقع قطاع الإنشاءات وقطاع الإسكان بصفة خاصة،
لانه في موضوع الاعمار ما فيش تمويل، وحتى اللي توفر له تمويل، التمويل تم بناء على اسعار محدده ارتفعت فجاه، من الذي سيتحمل الفرق؟ هذه احدى المشكلات المثاره ايضا بين الاطراف المتعلقه او ذات العلاقه بقطاع بعمليه الاعمار في سياق قطاع الانشاءات بصفه عامه. يعني كمية الحديد اللازمة لقطاع غزة مطلوب حاليا في الظروف الحالية اللي هو الإعمار المحدود والنشاط الإنشائي المحدود 5000 طن من الحديد الآن، ولكن للعلم حسب الإحصائيات الموجودة لدى كبار المستوردين للحديد أنه يوجد حوالي 20000 طن من الحديد في مخازن غزة، فيوجد مخزون استراتيجي لعدة شهور من ناحية الحديد المسلح. أما الإسمنت فالاحتياج الحالي في الظروف الحالية حوالي 40000 طن من الإسمنت المصري والإسرائيلي والتركي، ولكن إن كان هناك إعمار فعلي وصحيح سيقفز هذا الرقم إلى حوالي 70000 طن الاحتياج الشهري من الإسمنت. لأن المواد الإنشائية تأثرت وستتأثر بموضوع الكميات والأسعار. على سبيل المثال ما قبل الحرب وما بعد الحرب الأسعار 2200 شيكل كان لطن الحديد، الآن 3500 شيكل طن الحديد في قطاع غزة، والإسمنت انتقل من 400 شيكل ل 460 شيكل طن الإسمنت المصري، ولكن الإسرائيلي ب 520 شيكل للطن. هناك يعني عشرات إن لم نقل مئات الأسر أوقفت استكمال ترميم منازلها أو بنائها بسبب ارتفاع الأسعار المفاجئ، وبهذه النسبة الكبيرة لأنه عادة ما يكون هناك موازنة محددة لتوسعة المنزل أو بنائه، فإذا ارتفعت الأسعار يكون هناك خلل في هذه الموازنة ولا يوجد إمكانية عادة لتعويض أو الجسر هذه الفجوة في التكاليف التي ارتفعت فجأة. بالتالي حدث يعني مشكلات في قطاع الإنشاءات والإسكان تتعلق بارتفاع الأسعار، يعني السبب فيها ارتفاع الأسعار تسببت في وقف مشاريع ووقف إنشاء منازل، هذا على الصعيد معين. الصعيد الثاني هو قطاع الإعمار، إعادة إعمار ما تم تدميره في الاعتداء الأخير مايو 2021، يعني حتى الآن لا يوجد نهضة شاملة في كل المرافق السكنية التي تم تدميرها. قطاع العقارات ينشط في عدة حالات، في حال نمو اقتصادي وعمليات الطلب والشراء عند التجارة في قطاع غزة تكون نشطة يكون قطاع العقار نشط، وقطاع غزة يتطلع لقدوم الفلسطينيين في الخارج بزيارات إلى قطاع غزة، ويكون وضع اقتصادي ووضع أمني مرتاح مستقر، ممكن قدوم المستثمرين الخارجيين أو الفلسطينيين الموجودين بالخارج ويقوموا بالشراء في قطاع غزة بعض الشقق أو الأراضي. المقاولين لديهم صعوبات كبيرة لأنه الموضوع من قطاع غزة محاصر من أكثر من 16 عام أو 15 عام، ولذلك أدى إلى تدهور وضع المقاولين في قطاع غزة بسبب الإغلاقات وعدم الإرجاعات الضريبية، ومشاكل كثيرة لدى المقاولين تأتي لهم بخصوص الوضع العام وظروف كورونا التي أتت في قطاع غزة برضه وفي العالم أجمع، أدى إلى صعوبة كبيرة وشبه شلل قطاع العقار في الفترة السابقة. والآن قطاع غزة يعني يعتبر قطاع العقار خسر أسعاره، خسرت فوق 20-30% عن الأسعار السابقة،
في ايام 2013 و2012. نحن نحتاج بدعم من السلطه الوطنيه لقطاع الانشاءات للشباب وذوي الدخل المحدود، وايضا نحتاج الى اعاده فتح باب القروض بقروض ميسره وسهله الى العاملين والموظفين والمتزوجين الجدد لكي يتيسر لهم المعيشه بكرامه في قطاع غزه الحبيب. نحن نحتاج الى طفره انشائيه في قطاع الانشاءات، لانه نحتاج الان الى ما يفوق ال 120 الف شقه في قطاع غزه، ولكن الظروف الاقتصاديه هي اللي محبطه الجميع ومجمده النشاط في هذا الموضوع. هناك نشاط في بعض العمارات والابراج تراه هنا وهناك، ولكن نحن نحتاج الى مدن سكنيه متكامله ذو الدخل المحدود وذو الدخل المتوسط وذو الدخل العالي. لذلك يجب اعاده دراسه الاستراتيجيه ودعم شبابنا واهلنا في قطاع غزه. سلطة الأمر الواقع يعني تدعي أنه ليس لديها الإمكان للدعم، قد يكون ذلك صحيحا، إلا أنه لديها الإمكانية في إعادة النظر في الكثير من الجبايات التي تفرضها في قطاع البناء وفي القطاعات الأخرى. وأشرنا أكثر من مرة إلى أنه يعني الأداة الفاعلة لمواجهة ارتفاع الأسعار سواء في مواد البناء أو في غيرها هو إعادة النظر في موضوع الضرائب، لأنه ما فيش دعم يبقى بدنا نخفف عن كاهل المستورد أو المنتج الضرائب حتى يمكن أن نستوعب صدمة الأسعار، لكن هذا لم يتحقق حتى الآن. شهدنا ارتفاع منفلت للأسعار في كافة المجالات أو في معظم المجالات، ورغم أنه يقال من قبل سلطة أمر الواقع أن هناك رقابة، طب كيف يكون هناك رقابة وهناك متابعة والأسعار ترتفع؟